السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في هذه الحلقة سوف نقوم بتبيين كيفية الانخراط والتصريح في نظام المساهمة المهنية الموحدة، وبطبيعة الحال باستخدام هذه الصفحة CPU أو الدخول إلى الموقع tax.gov.ma الذي سنتركه لكم في صندوق الوصف. نقوم بالضغط على تيلي سيرفيس سامبل، ثم بعدها نقوم بالضغط على اسباس بروفيسيونيل، بعدها نقوم بالضغط على سامبل سي بي يو، سامبل سي بي يو، بعدها مباشرة نقوم بالضغط على أكسيدي أو سيمبل سي بي يو هنا بالضبط. بالنسبة للناس الذين لا يجيدون الفرنسية فيستطيعون النقر على هذا لوغيد سي بي يو، والذي يتوفر على العربية والفرنسية. نقوم الآن بالاتجاه إلى أكسيدي أو سيمبل سي بي يو. بعدها ستظهر لكم هذه الواجهة فضاء المنخرطين. إذا كنت أول مرة ستدخل فهنا يتوجب عليك النقر هنا صديقي، وذلك بالدخول أول مرة لإنشاء حساب جديد، ثم الرجوع إلى هذه الواجهة للدخول مرة أخرى من هنا. سيقوم بالانتقال إلى الانخراط الإلكتروني في خدمات هنا. هنا في هذه الخانة نقوم بإدخال الرقم تعريف الضريبي، وهنا تحت نقوم بإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف، هكذا كما تلاحظون. هنا نقوم بكتابة هذا الرمز، ثم نقوم بتسجيل الدخول، وسيقوم بالانتقال بكم إلى هذه الواجهة. هنا نقوم بكتابة الرقم الضريبي المسمى لاباتونت، هكذا نقوم بكتابته. هنا على اليسار إذا كنت إكزونيري نقوم بكتابة صفر، وإذا لم تكن إكزونيري ستقوم بإدخال المبلغ الذي أديته في سنة 2020، ثم بعدها نقوم بتسجيل الدخول. سوف يقوم بالانتقال إلى هذه الواجهة في هذه الخانات التي تحتوي على هذه العلامات الحمراء، يكون ملؤها إجباريا كالاسم العائلي والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. بالنسبة لكلمة المرور أنا الذي سوف أختارها ثم أعيدها في المكان المقابل، ثم نقوم بعدها بتسجيل الدخول أو الانخراط أديغي. مباشرة بعدها يقوم بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني تحتوي على اسم المستخدم والرقم السري، وكنصيحة يجب أن يكون دائما البريد الإلكتروني شغال. بعدها نقوم بطباعة الرسالة لأنكم سوف تحتاجونها كل عام للإدلاء بتلك المعلومات. حينما نقوم بالضغط على الطباعة يقوم بتحميل كل تلك المعلومات كالرقم السري واسم المستخدم ورقم البطاقة الوطنية إلى غير ذلك، حيث يقوم بتحميله على شكل PDF. ما زالت هذه الواجهة خاصة بالانخراط فقط، يبقى لنا التصريح فيما بعد. هذا هو المطبوع، يحتوي على المعلومات الشخصية، والآن سوف ندخل للتصريح.
نفس الاتجاه الذي أخذناه في الأول. سوف نعيد العملية، نقوم بالضغط على إسباس بروفيسيونيل، ثم نقوم بالضغط على سيمبل سي بي يو، ثم أكسيدي أو سيمبل سي بي يو. هكذا سوف تظهر لنا هذه الواجهة. والآن سوف لن نذهب إلى صديقي، نقوم بكتابة المعلومات التي أخذناها من ذلك المطبوع الذي قمنا بتحميله. هكذا نقوم بكتابة اسم المستخدم، وهنا تحت نقوم بكتابة كلمة المرور. بعدها نقوم بكتابة هذا الرمز ثم تسجيل الدخول. بعدها سيقوم بالانتقال إلى هذه الواجهة، وسوف نقوم بالضغط على الإعدادات مينيو. ثم نقوم بالضغط على الإقرار برقم الأعمال والدفع المقابل. ثم بعدها نقوم بالضغط على الإقرار برقم الأعمال. كما تلاحظون هكذا نقوم باختيار السنة 2020، ثم إقرار عادي ديكلاراسيون نورمال، ثم créer une déclaration. وسوف ينتقل بكم إلى هذه الواجهة. سوف يعطيكم هذا الجدول الذي يبين لكم حسابات حول هذا التصريح. إذا لم تكن قد أديت ضريبة السنة الماضية فهنا لن يعطيك أي حسابات هنا، وبالنسبة للناس الذين أدوا الضريبة فسوف يظهر لهم كل الحسابات. هنا يمكنك أيضا اختيار دفع ربع سنوي حسب استطاعتك أو دفع سنوي. وكما تعلمون أن هذه السنة تحتوي على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالعلم أن في هذا العام سوف لن يكون إجباريا حتى العام المقبل. وهنا سوف يظهر لك مجموع المبالغ التي سوف تدفع، ثم نقوم بالضغط على Validate لإخراج المطبوع. هكذا أصدقائي الأعزاء قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أنكم قد أعجبكم الشرح. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم.